الساعة 9 صباحا الكلاب بتتجمع حوالين جثة في أرض زراعية. أهالي القرية يبلغوا البوليس علشان يوصل ويكتشف إنها نص جثة لبنت في العشرينات. الطب الشرعي له دور كبير جدا في القضية دي، والقضية دي بشكل عام كلها مفاجآت. 1996 أجهزة الشرطة والمعمل الجنائي بتتحرك على منطقة اسمها الكنيسة في محافظة الجيزة، بناء على بلاغ بوجود جثة موجودة في أرض زراعية، واللي بيلاقوا إنها نصف جثة لفتاة، والجثة عليها أثار حروق وأثار تعفن. وكان السؤال هنا، الجثة دي لمين ومين اللي قتلها، والنص التاني من الجثة راح فين؟ وهل تم القتل هنا في الأرض الزراعية تحديدا إنه مكان مفتوح ومكشوف، وإن أي حد عايز يرتكب جريمة شبه دي مستحيل يرتكب الجريمة في مكان مكشوف بالشكل ده؟ أجهزة الأمن كل اللي لقوه ساعتها بجانب الجثة ملابس الجثة كاملة وساعة إيد، وتم فحص المنطقة الزراعية المحيطة بالكامل في محاولة لوجود دليل أو في محاولة للبحث عن النصف الثاني من الجثة. رجال المعمل الجنائي بدأوا شغلهم على طول، وبدأوا يجمعوا كل الأدلة المحيطة بالجثة في محاولة لمعرفة أي تفصيل عن الجثة، وتم رفع البصمات وتم إرسال الجثة للطب الشرعي علشان يحاولوا يعرفوا طريقة الوفاة وزمن الوفاة. وفي نفس التوقيت رجال المباحث عملوا حصر لكل حالات الغياب، سواء في القرية أو في الأماكن المحيطة بالقرية أو سواء على مستوى الجمهورية بالكامل. أي حالة غياب تم الإبلاغ عنها عن بنت في عمر العشرينات. وفعلا رجال المباحث لقوا بلاغ في نفس القرية عن اختفاء بنت من أسبوع وهي برضو في فترة العشرينات، لكن المفاجأة الأولى في القضية إن كان في بلاغ باختفاء شاب اسمه محمد. وبعد التحريات على محمد اكتشفوا إن عيلة محمد هم جيران عيلة البنت، وبعد التحريات عن محمد اللي اختفى تماما اكتشفوا ان مسجل خطر وان عليه قضايا مخدرات، فبالتالي كل الشكوك الطبيعية هتروح باتجاه محمد، تحديدا انه اختفى في نفس توقيت اختفاء الفتاة وانه ما ظهرش خالص ومحدش يعرف هو راح فين. فغالبا كان الشك ساعتها ان محمد هو اللي ارتكب الجريمة وانه هرب. نوصل لتقرير الطب الشرعي. الطب الشرعي اكد ان البنت تم قتلها بآلة حادة، لكن المفاجأة تانية ان كان في بقع دم على ملابس البنت. البقع دي مش بتاعة البنت، لكن بمقارنة عينة الدي ان اي من البنت وعينة بقعة الدم اللي لقوها على ملابس البنت اكتشفوا انها من نفس التركيبة. وهنا كان في مفاجأة غريبة جدا، بقعة الدم دي جت منين؟ كل الشكوك راحت اتجاه محمد، تحديدا ان الشهود اكدوا ان محمد كان موجود في منزل البنت دي ومنزل العائلة قبل الاختفاء، سواء للبنت او لمحمد بيوم، وعلشان كده كانت الشكوك بتتأكد ان محمد هو الجاني. لكن نوصل للمفاجأة التانية، رجال المباحث اثناء عملية استكمال البحث في المنطقة الزراعية في محاولة وجود النصف التاني من الجثة او اي دليل يساعد في الكشف عن الجريمة، لقوا جثة تانية، والجثة التانية دي تطلع لمحمد المتهم الاول في جريمة القتل. وهنا ترجع القضية تاني لنفس مرحلة الغموض اللي كانت موجودة اول مرة، تحديدا ان جثة محمد كانت موجودة في مكان بعيد جدا عن المكان اللي لقوا فيه النصف جثة الخاص بالبنت دي، وبالتالي القضية نفسها بقى فيها غموض غريب. شخص كل الشكوك بتروح له انه هو القاتل، وفي نفس التوقيت كل الادلة ضده، بعدها بيومين يلاقوا جثته موجودة ولكن في مكان بعيد عن مكان الجثة. وبسبب تقرير الطب الشرعي ووجود بقعة من الدم تتشابه في تركيبة الدي ان اي مع نفس تركيبة البنت، فده معناه ان لازم يتم التحقيق مع اهل البنت. وفعلا تم التحقيق معاهم واحد واحد. اخواتها اكدوا ان هم ما يعرفوش عنها اي حاجة، ووالدتها اكدت انها اختفت وما سمعتش عنها اي حاجة وبتحاول تلاقيها، ولما عرفت انها لقيتها مقتولة كانت بالنسبة لها صدمة عمرها. لكن رجال المباحث بسبب تقرير الطب الشرعي كان الشك عندهم بيزيد جدا اتجاه اهل البنت، لحد ما ظهرت المفاجأة الثالثة والاخيرة والاهم. هو واحد من شهود العيان اكد ان شاف اخو البنت المقتولة اللي اسمه نور في نفس مكان الجريمة بالظبط وفي نفس اليوم بالليل. ولما رجال المباحث سمعوا المعلومة دي من شاهد العيان استدعوا اخو البنت تاني وبدأوا يحققوا معاه من اول وجديد. وبعد تضييق التحقيق معاه ومواجهته بالمعلومة اللي جات لهم من الطب الشرعي، اخو البنت بدأ يحكي اللي حصل بالتفصيل، وهي ان نور اخو البنت كان شاكك في وجود علاقة بين البنت دي ومحمد اللي هو القتيل التاني، وكان بيراقبهم طول الوقت، تحديدا ان اهل القرية كان كتير بيلمحوله بوجود حاجة زي كده، فقعد يراقبهم اليوم ده وراح وراهم على الارض الزراعية لحد ما لقاهم دخلوا منطقة اسمها منطقة العشش واستخبوا جوه. نور رجع بسرعة على بيته وقال لاخوه الكبير ان هو شاف اختهم مع محمد متجهة الى الارض الزراعية
ودخلت منطقة العشش. أخوه راح جاب معاه سكينة وسطور وطلعوا على المكان اللي أخوه نور قال له عليه إن محمد وأخته موجودين فيه. دخلوا عليهم المكان اللي كانوا قاعدين فيه، وأول حاجة عملوها إن هم ضربوا أختهم بالسطور على رأسها، والأخ التاني كتف محمد في نفس المكان. وبعد ما أختهم ماتت قطعوا جثتها لنصين، النص الأول دفنوه في المكان اللي رجال الأمن لقوه فيه، والنص التاني رموه في مكان بعيد جدا عن الأرض الزراعية. أما محمد حاول يهرب منهم وجري منهم وحاول يفك الحبل اللي هم كتفوه بيه، لكن أخوه جري وراه وقتله في مكان بعيد جدا عن مكان الجثة. وده يفسر ليه رجال المباحث لقوا جثة محمد في مكان بعيد جدا عن المكان اللي لقوا فيه النص جثة بتاع البنت اللي هي أختهم. وبعدها رجعوا على البيت متخفيين وحاولوا ينظفوا كل هدومهم من أي أثار من الدم، وناموا في البيت عادي. وتاني يوم مثلوا إن هم اكتشفوا إن أختهم مش موجودة، وطلعوا على اسم الشرطة وعملوا بلاغ بالاختفاء. الام لما عرفت ان اللي قتل بنتها هم اخواتها الاثنين جالها صدمه كبيره جدا وما كانتش مصدقه، لكن في الاخر ولادها الاثنين قالوا ان هم عملوا كده علشان خاطر العار. صحيح في جرائم كتير جدا فيها غموض ومليانه مفاجآت، لكن رجال المباحث والطب الشرعي والمعمل الجنائي دايما بيكون عندهم طرق حديثه ومبتكره لحل وكشف سر اي جريمه مهما كانت. سلام عليكم.